الحاجه الاولى صح فطوركم صح فطور كاع الشعب الجزائري. المباراه الاولى كما تعرفوا المدرب دوكا يتعرف على اللاعبين يعرف مستوى تاعهم. شفتوا التغييرات بين الشوطين ومن بعد الشوط الثاني. اول مباراه الحمد لله عملنا الشوط الاول في مستوى عالي مستوى الهجومي تغضنا على المنافس وجبنا فرص سجلنا هدف. ومن بعد الشوط الثاني ممكن قل التركيز وجابوا علينا هدفين والحمد لله الفريق سيطر الشوط الثاني ورجعنا في النتيجه. الجمهور اللي كان حاضر اليوم يستاهل الفوز وان شاء الله نخدموا باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. حسيتوا التغيير مع المدرب كيف يعني كما نقولوا احنا لازم ننسوا الماضي ونفكروا في المستقبل. عندنا لاعبين لي جان طالعين كما قلت احنا لي زونسيان نعطوهم ثقه ندخلوهم في المجموعه ان شاء الله بشويه المدرب راح يقدم خطه ان شاء الله.